إن القعدة في البيت جميلة، فأحب أشتغل طيار. كنت أحب أشتغل طيار. أنا بحب السفر، وكان تبقى فرصة إن أنا أسافر كتير وأشوف حاجات كتير وأشوف بلاد أكتر وكده. شفت إن القعدة في البيت جميلة، بس مش على طول يعني. بجد قضيت وقت حلو جدا مع اهلي، وبقالي كتير ما كنتش بقعد معاهم، فاكتشفت ان احنا اسره لطيفه. جربت ادخل المطبخ، حاولت اعمل كذا حاجه كده، والحمد لله يعني المحاولات كلها بقت بالفشل. يعني ممكن بقعد اقرا روايات شويه، بلعب بلاي ستيشن، بتمرن في البيت، بقعد مع اهلي، بنتكلم، بنشوف اي حاجه بنتكلم مع بعض، بنصلي اوقات الصلاه مع بعض، فدي حاجه حلوه. وانا مبسوط يعني بالوقت اللي بقضيه في البيت. اكيد طبعا بنتواصل دايما، يمكن على النت، على الواتساب، بنتكلم دايما، بنتكلم في كل الحاجات اللي بتخط علينا والاخبار اللي بتنزل والاخبار اللي بتتقال. كان الحمد لله ما فيش قرارات كتير اخدتها في حياتي ما ضرتني يعني، فالحمد لله ما فيش حاجه يعني. يا ريت نلتزم بالتعليمات الموجهه لينا من خلال وزاره الصحه، ونحاول على قد ما نقدر نحافظ على نفسنا.